كل واحد مر عليه حقيقة قصص عظيمة وقصص كثيرة جدا. 40,000 ريال شاركونا في تعزيز قيمة بر الوالدين. عندك فكرة إبداعية مصورة أو مرسومة مع الصوت؟ عندك مشهد مميز عن عظم حق الوالدين؟ نحن بانتظار إبداعك الآن عبر وسم جائزة أخلاقنا لتعزيز القيم في تويتر. 20,000 ريال للمراكز الأولى، 10,000 ريال للمراكز الثانية، 5,000 ريال للمراكز الثالثة. شروط المشاركة: مدة المشاركة لا تزيد عن دقيقة. إرسال المشاركة عبر الإيميل أخلاقنا.award@gmail.com والتغريد بها على وسم جائزة أخلاقنا لتعزيز القيم. وستعرض المقاطع الفائزة في قناة الواقع الفضائية، حسابات جمعية أخلاقنا، سناب الكابتن صالح العريض. الجوائز بالتعاون مع مؤسسة محمد بن عبد الله الجميح الخيرية، المنظم جمعية أخلاقنا لتعزيز القيم، مؤسسة مواهب أفكار الإعلامية. شاركنا الآن في تعزيز القيم. جميل جميل، يا ليت أبو ناصر نعطي بس كذا لمحة سريعة على قضية أنه كيف طريقة المشاركات هذه تهم الجمهور الآن. جميل، المشاركة أولا احنا عندنا فترتين مشاركات. الفترة الأولى تبدأ من اليوم إن شاء الله وتنتهي لمدة 3 أسابيع من الآن. والتواريخ موضحة كلها في الرابط والتفاصيل كاملة. الفترة الأولى هذه، الفترة الثانية 3 أسابيع اللي بعدها. الفترة الأولى بتكون منافسة على 3 مراكز أولى. المركز الأول يحصل على 10,000 ريال. جميل. الثاني على 5,000 ريال، الثالث على 2,500 ريال. بنعيدها مرة ثانية. الفائز الأول إيه؟ في الفترة الأولى يحصل على 10,000 ريال. الفائز الثاني يحصل على 5,000 ريال، الفائز الثالث يحصل على 2,500 ريال.